المنتخب القطري تصيب هذه جول جول اول للمنتخب العنابي. الله 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 يا عنابي تاريخي لك بكتابي. الله يا عنابي تاريخي لك بكتابي. غالي وغلاك احبابي غالي 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 غالي. نعم بعد المحاولات الآن ينجحون. الله والله لوحة جميلة والله دموع فرح غالية دموع فرح غالية من هذه الأم من هذه الأم الحنونة الحاضرة بمدرجات الميناء الأولمبي. أم قطرية مؤازرة للعنابي تفرح نعم وتذرف الدموع فرحا بعد تسجيل الهدف الأول. هذه كرة الهدف الأول عمرو السراج يسرج المباراة ويسجل أول أهداف اللقاء. المنتخب القطري يتقدم نعم بهدف أول من عمرو السراج الهدف الأول للمنتخب. ضاعت نتيجة المباراة. الثاني 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 ضاعت ثاني الأهداف لقطر وصابرة حكم المباراة. نعم منتخب العنابي يحتسب ركلة جزاء أم يعود هناك للفار. هذه الكرة الماضية من علي أسد والتمريرة. منتخب العنابي شاهد ما هو قرار حكم المباراة وهل تكون أول ركلة جزاء تكون أيضا يعود بها حكم اللقاء لتقنية الفيديو. بعد أن شاهدنا أيضا بمباراة الأمس مباراة المنتخب السعودي ومباراة المنتخب اليمني شاهدنا ركلة جزاء بالفعل الأولى بتلك المباراة وركلة الجزاء للمنتخب القطري. من على التنفيذ؟ نعم قرار حكم المباراة منذ البداية والاحتراف كان من لاعبي المنتخب الكويتي. هذا أحمد علاء لاعب نادي الغرافة القطري هو على التنفيذ. أحمد علاء بمواجهة حارس كبير سليمان عبد الغفور. هل يكون الهدف الثاني للمنتخب العنابي؟ أحمد على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة ركلة الجزاء ضربة جزاء للمنتخب العنابي. استمع لهذه الهتافات جماهير يدعمون ويعزرون أحمد علاء وسليمان. أحمد علاء 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 الثاني للمنتخب القطري. نعم للمنتخب العنابي ثاني 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 وببرود الأعصاب أحمد علاء يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء. الله الله يا قطر الله الله يا قطر. نعم الفوز والكاس العبر إلك هيبة يا قطر. يسجل ثاني أهداف في المباراة. نعم هذا أحمد علاء من علامة الجزاء هو من فعل بالفعل ركلة الجزاء وهو من سجل الهدف الثاني حتى تصبح نتيجة المباراة 2-0 للمنتخب القطري 2 للعنابي هدفين مقابل لا شيء.